احترم نفسك يا حبيبي. هتفنى شبابك ضائعا نحن نريدها. يا ابني انت فاكر ان انت فاكر انت فين وانا في الدنيا يا ابني انت كنت مجرد. اجيب لك اي حاجه يا ماما؟ لا يا حبيبتي تسلمي لي يا رب تسلم. اما كانت ايه الدوشه اللي شغاله دي يا ماما؟ ده العيال العيال عاملين دوشه مصدعاني. حقك عليا انا يا كلاب البحر. هي دي اللي بتلسع، ده انا هنفخهم عندي في الفصل. اه يا تافه تدور على المسطره اللي توجع صاحبك اكتر. لا تعالى بقى. برشام تنفع بابا انا هاخد دي. هو اي حاجه هتحبب بيه بتنفع جدا في البرشام في ال بال برشام. يلا في الخواطر هو راجع زيك كده باكل الخواطر فيها هتنفعني هتنفعني. خواطر يا كداب سمعتك هات برشام خد. يا عم بقى كلامي ده كويس عشان ما يبقاش طلاق الشهر ده ان شاء الله. انا اروح براحتي في اي حته انا عايزها. كلمه مصروف يا حاج البيت مش عايز اسمعها من هنا لاخر الشهر. اي عكنه سلامهم وما بتروحش مطعم. طب خلاص طب خد بسرعه رجع الاسدال ده مكانه انت. مش هقول لك يا اسطى هي عشان بجد طلعت عفيه. عشان انت عارف دماغي ده غبيه فصعب ان عينك تيجي في عينيا. خلص على فكره امك معاها الموبايل بتاعك. نعم مفتوح ولا مقفول؟ مفتوح وبتتفرج على الصور كمان. هو انت دلوقتي اتفرجي عليا انا ملك الزهر. طب انت رايح فين؟ بقول لك ايه لو امك سألت عليا قول لها سافر بعث اسبوعين تلاته اربعه خمسه كده لغايه لما تبقى تيجي. ولو ابوكي زعل قول له هرب. عندك اطلع يا اخويا اطلع بيه. اطلع بيه يا ام استعبطني الكتكوتين اطلع بيهم مخبيهم في جيبك. على فكره انا كنت داخله ادفيهم. تدفيهم عليا نعمل اخر فيها قبل وعارفاك كان مش بعيد تخش تعومهم معاك في البانيو وانت بتستحمى. هات يا ابني. طب خلوني جعان خلوني جعان انا مش هاكل. خلوني جعان خلوني جعان لغايه ما حد يبعت فوت. انا مش واكل اهو الاكل اهو مش واكل لغايه ما حد يبعت فوت. انا عايز فوت دلوقتي. الحاجه حاجه ربي سامحني على الفضائيات مش عايز اكل غير لما يجيلي حوت. وده جابوا لي منين ده؟ تمام ماشي ماشي الجوله دي ليك بس هنشوف بعد كده. هنشوف ماشي يلا اللي بعده. وكان البحر مازه وانا قلت امي الباب بيخلص بسرعه عليه مش فاضي بقى زفت. تمام تمام برافو. مش كل جوله على فكره بقول لك يا جدعان حد يجحفل بسرعه حد يجحفل. لا جحفلوني انا عايز اجحفل دلوقتي حالا بسرعه. يجحفلك يا نهار اسود انا حد مش عارف ايه اللي بتقوله كام بحر انت ده مين ده اللي هيجحفل ولا كان حد قال لك هجحفلك ايه؟ لا ثانيه واحده بقى يا جدعان دي فيها اسد اسد ينزل وهروح له فيها وهو بيجحفلني. فكان البحر اللي معدل ضبط ولا كان حد خليه بقى يتفرج وانا بجحفلك. بس امي دي هتبقى فلوسها بعد مصاريف الشحن والله العظيم هتبقى حلوه وهتفيدنا كلنا. لو عايزها حضرتك استخدميها براحتك. ماشي يا حبيبي ان شاء الله ان شاء الله. يا واو يا واو عشان خاطري والنبي بلزع بتحايل على حضرتك. انت عبيط يا ما قلتلك ماشي. بس يا واو حضرتك مش فاهم حاجه زي ما حضرتك كده بقول لك على حاجه وتيجي بعد كده تقول لي ربنا يسهل. اه جدع حاج ام الغسيل الصبح ولا هي حبكت يعني عشان كده البحر الصغير. ربنا اللي انا سمعته قاعد كلب البحر مشابك صح؟ بصراحه اه. طب روح هات. طب حضرتك بس عشان انزل اجيب. لا ما انت هتروح تجيبه من هنا. اجيب ايه يا ام؟ جنيه شمون بشبك اهو. ايه ده؟ ما تاكل يا حبيبي ولا امك قال لك ما تاكلش عندنا؟ لا لا يا حبيبتي بتقولي ايه؟ كل يا كلب البحر كل ما تجيبلناش الكلام كل. حاضر يا خالتي حاضر. اتخنقت هنا وعايز انزل اخرج مع اصحابي عايز 200 جنيه عشان انزل. مفيش فلوس يا كلب البحر ومفيش نزول كله وانت ساكت والله. طب متزعقيش مني بقى. قول لي يا حبيبي سيبك من امك يلا عشان عاملين لك بسله باللحمه هتاكل صوابعك وراها. يا ايه الاحمد يا خالته. مهما كبرت صغير وانا مهما عليك مش فوق. ايه ده؟ انت ما بتكبرش على اللعب الاطفال دي؟ مالكش دعوه يا حبيبي انا بحب العب العيال الصغيره. بعدين مش عمك امبارح اداك فلوس ملوش تديني منها؟ خد العب بيها يا دوبك حلو عليك. طب انا كنت عايز. طب بقول لك ايه؟ تعرف تنشر بتاعها دي في دي ولما احذفها فوق وانت مغمض عينك؟ يا عم ماشي وانا موافق يلا. طب ماشي لما اكون جاهز قول يلا. اه اكيد جد انا عالمي وعاقل. قلنا 100 مره الباب لما يخبط حد يفتح ايه لماذا؟ بعد اذنك يا بابا. ده بس بابا مفيش فلوس. يا رب كل اللي شفته ده حلم اكيد بحر اكيد بحر اكيد بحر. ايه ده؟ ايه طلعت من جوه؟ انا عارف البحر انا الكابتن ده انا الكابتن ده طلع يا بص طلع النبي ده ما بيحبش ما بيعملش حاجه يعني ايه؟ بقول لك يا كابتن بحر لا لا يا هي في البيت ده ايوه هو طبعا نعم
بصي بقى والله حضرتك انا مش عارف اتكلم في الموضوع ده، هي اللي تكرر بقى. بصيك يا ليه اشربي. يا سلام لو اشوفك هادي كده على طول. يا امي طول عمري هادي، ما انا صغير اصلا وانا كنت قاعد هادي جاي لسه ما حدش بيسمعني صوت. شفتش نفسك وانت صغير؟ لا نسيتك ولا عارف انساكي، بس انا سبتك عادي بهواكي اطلع. مش خلاص خلصت الفيديو بتاعك؟ ما تجيش تكلمنا على الشاحن تاني بقى. لا يا معلم انا لسه منتج الفيديو، بعدين موبايل 8%. عايز ايه؟ عايز منتج. انا موبايل 10%. حلو انا 8% اقل منك. طب اهدى بس يا ابني، مش هتاخد حاجه. لا والله يا عم يا نهار اسود ونايل امي. نهار اسود. عجبك كده يعني؟ عجبك كده؟ ما انت صعب اللي احنا فيه ده. اما انت اللي كنت عايز تاخد الشحن. عادي ما انتش يا عم يا عم يا عم. بس اما اشوفك هيحصل فلا احسن لك امشي ودي. قول لي يا باب البحر. قول لي يا باب البحر، لو انا بعت رساله على حد يوم خميس بعد الساعه 12 وقلت له هنتقابل بكره، هل كان قصدي على الجمعه ولا قصدي على السبت؟ يا بابا ممكن تمشي الجمعه في الخميس. يا لهوي.